من كان الحق هم كانت إرادة الآخرة وإرادة التبعية للرسول منبثقة ومتفرعة عن هذا الهم، بل عن تلك الإرادة التي عبر الله عنها في تربية بيت النبوة لأمهات المؤمنين عليهن رضوان الله تبارك وتعالى، خاطبهن الحق سبحانه رب العرش العظيم بشؤون ما يرسخ في قلوبهن من الإرادة، يقول إن هذا البيت الذي أنتن فيها والحجر التي تسكن فيها في دائرة ومحيط الصلة الخاصة بنبينا لا يصلح لها من كان لقلبها إرادة غيرنا وغير نبينا والدار الآخرة. يقول يا نساء النبي إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن. يقول يا أيها النبي قل لأزواجك، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا. لا تصلحن لهذا المنزل، لا تصلحن لهذه الكرامة، لا تتهيأ وتتأهل الواحدة منكن لأن تكون أما للمؤمنين بزواجها من سيد المرسلين وهي تريد الحياة الدنيا وزينتها. إذا أرادت الحياة الدنيا وزينتها تعالي أمتعكن وسرحكن يطلقكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة. فإرادة الرسول والدار الآخرة متفرعة عن إرادة الله. إذا صدق المريد في ربه لم يجد طريقا إلى ربه إلا حبيبه، ولم يجد أهم ما في الدنيا من الدار الآخرة التي فيها الحكم العظيم بالفوز الأبد وسعادة الأبد أو بخسران الأبد وشقاوة الأبد في الدار الآخرة. وإذا أنزل الآخرة منزلها وعظمها على الدنيا متصل بإرادته لله. وفي هذا جاء في بعض الآثار من أصبح والدنيا همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن أصبح والآخرة هم، لأنه لا يصبح والآخرة همه إلا وهو عنده هم بالله تعالى، هم الله والآخرة همه، جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، وأتته الدنيا وهي راغمة. كذلك